فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل طلب مني أن أوصل زوجته للمعهد على بعد حوالي 20 كيلومتر، وقد أستغرق في الذهاب حوالي ساعة من شدة. رجل طلب مني أن أوصل زوجته للمعهد على بعد حوالي 20 كيلومتر، وقد أستغرق في الذهاب حوالي ساعة من شدة الزحام، وهذا داخل الرياض، وسيارتي يا فضيلة الشيخ باص، فهل يجوز أن أوصلها بدون محرم؟ وهل تكفي الستارة التي تكون من القماش بيننا؟ إذا لم يكن معك غيرها فلا يجوز، هذه خلوة. أما إذا كان السيارة فيها نساء أخريات أو فيها من تزول بها الخلوة فلا مانع.